السلام عليكم طلاب، اليوم راح نرسم المفصل من الركبة اللي مطلوب من عندكم بالمشاهد. اللي رسمناه بالمختبر كان تقريبا كل الأجزاء عدا وصلنا للميت. صارت عندنا بيه مشكلة لأنه بقى واحد من الجهات مع المفاصل مسطح وجهة ثانية مقوس. بالواقع ممكن أنه يكون موجود هذا الشيء، بالسوليد ووركس ما نقدر نسويه، لازم نخليهم اثنيناتهم مسطحين، بهذه الحالة ما راح يصير مفصل، او نخليهم اثنيناتهم مقوسين على مود يصير مفصل. فراح اخذ الاحتمال الثاني واللي هو اصح، وممكن نسوي مزج ما بين التقوس والتسطح، بس انا احاول اخذه بابسط ما يمكن على مود الكل يقدر يشتغله. فراح نفتح سبارت الجزء الاول واللي هو راح يكون الابسط، راح نستغل نفس التصميم تقريبا اللي اشتغلناه سابقا، شكل مستطيل وننطي فلت، ننطي ثيكنس وبس. يعني انا راح اختار التوب بلين، من التوب بلين راح ارسم مستطيل، هذا المستطيل احدد ابعاد المستطيل فرضا. يعني هسه انا حاليا راح اشتغل مثلا 30 مليم، 50 مليم مثلا، الابعاد من يمكم، مو عندي يعني، ما اعرف، كل طالب يشوف الابعاد الملائمه الشغله يشتغل على اساسها. هنا أنا الفلت راح اشتغله 5 مليم، انا بالمبدئيا راح انطي 10، ممكن اظلل وانطي ان هو يغير 10 10، فسمي ما يقبل اقل، بس اذا ظللته وكتبت من الكيبورد 5 راح ياخذ 5 عادي طبيعي. فهنا انتم تشتغلون بالابعاد اللي تعجبكم. بعد ما نكمل ندور هنا للايزو، راح انطي ثيكنس من الفيتشرز، هنا ننطي اكسترود مقداره يعني مثلا 5، كلش كافي. هذه القطعة الاولى. من اكمل القطعة الاولى اللي هي مسطحة، اروح للماتيريال راح القاها نوت سبيسيفايد، رايت كليك عليها اديت ماتيريال، تطلع لي لستة بالمواد اللي موجودة بالسوليد ووركس، اختار المادة الملائمة الشغل. حاليا هو فاتح الستيل، راح اغلق الستيل واتبع مثلا تيتانيوم، افتح التيتانيوم بمجموعة من الانواع، اختار اي نوعية ملائمة لي، ابلاي كلوز. حاليا تحول وصل للكوميرشيالي بيور جراد الى اخره، فهي النوعية تجارية الظاهر من هاي النوعية. بعدها لازم اسيف، راح انطي سيف، راح اجي هنا احنا مشتغلين اصلا سابقا على الديسكتوب، مسميه مثلا هنا بارت 1 بارت 2 بارت 3 باحمد، راح اسميه هنا بارت على مود اميزه هنا 01 راح اسميه سيف. افتح نافذه جديده هنا اللي هو الاهم، راح افتح بارت من جديد، هنا راح اختار مثلا الفرونت بلين، من الفرونت بلين اختار هنا فرونت فيو، واتفقنا انه احتاج هنا ارسم سيرفس، بس بالبداية احتاج ارسم كيرف اللي راح يكون مشترك ما بيناتهم. فممكن اسوي بالمرر مثل ما اشتغلناه، وممكن اسوي بطريقة ثانية، كل الطرق صحيحة. فرضا هسه انا راح اخذ هاي الطريقة، ارسم هذا الجزء وارسم مثلا هاي الطريقة فرضا. خلينا نوضحها اكثر، لانه يعني احتمال اكو من عندكم ما مشتغل بي، فاضغط كنترول زد اتراجع، خلي اشتغل بشكل ابسط ويا شرح انا مود يكون الكل واضح. اختار من اللاين سنتر لاين، ارسم من الاوريجن بوينت واصعد بشكل عمودي خط سنتر لاين، بعدين خلينا نختار سبلاين، راح اختار مثلا اوريجينال بوينت نفسه، ارجع اخلي نقطة للاسفل شوية، يعني اسوي على مود منحني بهالشكل، وبعدين اصعد هاي الطريقة، اتوقف اقطع بالسكي. حاليا هنا راح يصير عندي مشكلة، لانه اني اريد هذا يمتد بشكل صحيح يعني بشكل مستقيم، فراختار من هذه النقطة
هذه النقطة أحاول أجيبه بهالشكل بالـ 3 point arc. بعدين بالـ trim trimmed closest أقطع هذا ما يخدمني ذاك. هسه هذا أوكي. بالمرر أختار mirror entities. شنو الشكل اللي تريد أسوي للمرر؟ الخطوط اللي هو هذا الخط زائد هذا الخط. أنقر على mirror about وأختار center line. فصار عندي هسه من الجهتين. أتأكد أنه كوبي موجودة. أضغط انتهى عندي الرسم. حاليا هذا الخط أقدر ألغي. أنقر عليه وديليت من الكيبورد انتهى. هسه بالسمار دايمنشن أقول أنه من هذه النقطة إلى هاي النقطة المسافة أنا أريدها فرضا راح أختارها 30. هاي المسافة كلها هي عبارة عن 30. هذا الرسم راح أقول له سيف. هسه راح أنطي 0.2 سيف وأرجع سيف آز أنطي 0.3 بعد. يعني هذا مشترك عندي. راح اغلق هذه النافذة. ارجع هسه اقول له open. راح اختار 0.2. هسه 0.2 اللي هي هذه القطعة. ارجع هنا اكملها على سبيل المثال. انا اريد اشتغل الجزء اللي صاير بالاعلى. غلقت. هسه هنا أنا لازم احدد ان المسافة جيد مقدارها. فبالسمارت دايمنشن راح احدد من هذا الخط الى هذه النقطة المسافة العمودية هي عبارة عن 50 مثلا. وبعدها اللي اختار ممكن انه يكون offset او ممكن شكل ثاني. خلنا ناخذ الoffset. راح اخذ الoffset هذا واختار هذا الكير زائد هذا الكير زائد هذا زائد هذا. بس اتأكد هنا الباي دايركشنال اطفيه وسيلكت تشين هم اطفي والاتجاه ما اريده بهذا اريده للداخل فاختار الريفرس يعني اشيل التك مقابل الريفرس. ولازم انطي مثلا 5 ملي مثلا فاعتقد هالشكل مناسب راح اعطي موافق. بس من التريم اختار المثلث واعطيه اكستند. راح اعطي اكستند من هذا الطرف. اذا ما اخذه مو مشكله ممكن اكمله بشكل حتى لو خط مستقيم او على شكل تانجنت. وين يعطيني التانجنت مالته مثلا؟ ما عندي مشكله. من الجهه الثانيه نفس الحاله. الخطوه اللي بعدها اجي هنا بالترم اقطع هذا واقطع هذا. انط اسكيب من الكيبورد. هذا رايت كليك عليه وأغيره إلى construction geometry عشان تصير center line. الخطوة اللي بعدها أروح للفيتشرز وراح أقول له revolve. راح يدور لي إياه بهالشكل. راح أقول له موافق. خلصنا من عنده. أجي هنا للفرونت أغير هنا للفرونت. هذا مو كل اللي أحتاجه. راح أحتاج جزء من عنده بس. فأرسم الجزء اللي يخدمني بس وأترك الباقي. فمثلا انا راح ارسم دائره هنا وراح انطيكم الابعاد اللي يعجبه يشتغل على نفس الابعاد خلي يشتغل عليها. راح انطي مثلا من الاوريجينال بوينت لمركز هذه الدائره المسافه 30. هنا انا بال 3 بوينت ارك راح اخذ التانجنت اللي هي هاي النقطه وانزل هيك مكان بس انطيكم الابعاد كامله واختار هذا الخط. خلينا نشوف انه انا عندي هذه النقطه عن هذا الطرف المسافة أريدها مثلا 15. هذا التقوس وش قد مقدار أريده؟ 30.
انا بدي اسوي ميرور، فاحتاج اخلي سنتر لاين هنا واختار الميرور. انا اريد هذا الجزء حول هذا الخط وانطي موافق. ارجع هنا بالتريم اقطع هذا الجزء. بعد هسه السنتر لاين ما احتاجه، ادلته. هسه الجزء اللي صاير بالاعلى كله ما احتاجه، فاجي هنا أنا اختار هذا 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 هذا، احوله الى ايزو، صار عندي هذا الشكل. راح اقول له بالفيتشرز اكستودد كوت من الجهتين اختار ثرو اول على طول الجيومتري مالتي، واقول له موافق. بهاي الحالة طلع عندي هذا الجزء من المفصل، ممكن ادوره واشوف شكله هذا الجزء. ممكن انا اغير الابعاد اذا تيدو بعد يكون التقوس اكثر اقل، تردون مثلا تضيفوا له معدن من الجوانب من الاعلى من غيره. مبدئيا انا احتاج هسه حاليا هاي القطعة. نفس الحالة الماتيريال حاليا not specified، اروح بالedit material اغلق الستيل، انزل شنو مثلا سيليكون على سبيل المثال، اختار سيليكون مثلا، او اختار اي مادة ثانية. المهم مجرد احنا دا نجرب حاليا، فنشوف انه صار هنا المادة سيليكون. فهذا البارت 2 راح اقول له مثلا موافق. نجي للبارت الثالث، راح حاليا اقول له open، اريد البارت 03 03 هذا الجزء نفسه، بس من الاسفل انا اريده يكون مسطح. ف راح اقول هنا بلس كيج، انا اريد هذا الجزء هذا الجزء منه يكون مسطح. اغلق هذا الجيومتري، انا مودي يشتغل عندي بشكل صحيح. اغلق هذا الجيومتري من هنا نفس الحالة. هنا أنا لازم التقوس هو نفسه، يعني انا احتاج هنا أنا اضيف سنتر لاين، بس اذا ما طلع نفس السنتر لاين بالرسم السابق ما راح يصير عدة تنفيذ صحيح. فنرجع ويا الخطوة كلش مهمة، انه انا عندي هذا الريفولت، اقول له edit cage، واجي هنا أنا من الفرونت اشوف انا ايش عندي. من التقوس للمركز عندي ار 50، لازم هناك نفس الحاله بالضبط. البارت اللي هو هذا، يعني انا حاليا عندي من هذه النقطه جدا ضروري لهذا الخط لازم 50، اذا ما صارت 50 ما راح يصير عندي الميت مضبوط، راح يصير عندي باشكاليه. فاقول له هاي القطعه بهالشكل. الخطوة اللي بعدها اروح بالفيتشرز، راح انطي ريفولد وراح انطي موافق. الخطوة اللي بعدها انه انا راح اخذ هنا الرايت بلين، راح اخذ الرايت بلين هذا الرايت فيو. هنا انا راح افترض انه انا دا اشتغل بالداخل ارسم سنتر لاين. اخذنا الابعاد 30 15 في 15، يعني اخذ الاوفسيت اختار هذا الرقم اقول له هذا 15، بس اريد باي دايركشنال من الاتجاهين واقول له موافق. على قد هذا بس اني اريد الباقي لازم كله ينقطع. فاللي راح يصير هو كالتالي، انه هذا بهالشكل اغلقه، وبعد ارسم دائرة اكبر من هذين الدوائر، واروح هنا بالكستيند اطول هذه الخط وهذا الخط، وارجع بالتريم اقطع هذا الخط. هذا كله لازم هسه ينزال، يعني حاليا انا بالفيتشرز اكستودد كوت احتاج اسوي هنا ثرو اول، والدايركشن الثاني هم ثرو اول وانطي موافق، بحيث الحصيله النهائيه راح تصير عندي بس هذا الجزء.
هسه هذا الجزء بيشكال اللي هو هسه اذا جيت شفته من الفرونت ما عندي بيه مشكله، بس اذا اجي اشوفه مثلا من السايد عندي بيه مشكله. فعلى مود اعالج هاي المشكله حقول له اني عندي الرايت بلين سكيج اختار مربع، المربع راح يكون منا مثلا بهالشكل هذا، بس نهتم بالابعاد انه هذا البعد هو عبارة عن 30 على عرضه كله. وبعد من الاوريجينال بوينت لهذه المنطقة انا اريد المسافة 7 بس. الخطوة اللي بعدها راح انطي اكسترود من هذا الاتجاه ثرو اول، من الدايركشن الثاني هم ثرو اول وانطي موافق. هنا نحتاج اعدل عليه، ما دام طلع هذا الشكل البيضاوي هنا يعني اكو خطأ. الخطأ هو كالتالي، edit sketch، نرجع للمسقط اللي يعني. هذا الخط لازم ينزل، فاللي راح اسويه هو بالسمار دايمنشن هذا الارتفاع لازم اقلله، راح اختار 3. هنا اعترض على اعتبار يقول لي هذا دريفن يعني، فاني شو اسوي؟ راح اختار هنا أنا مثلا بالشكل هذا، وهم راح احدد لكم البعد مالته عم تكونون على بينه اللي يريد يشتغله. راح اختار مثلا 3.5 مثلا. اذا سويته بهالشكل ارجع بالترم اقطع هذا الجزء، اقطع هذا الجزء وامسح هذا، راح اقول له هسه موافق، انطي موافق. من ارجع المفروض تختفي عندي الاشكال البيضاويه، هسه اختفت الاشكال البيضاويه، هسه شغلي صحيح. ارجع هنا بالماتيريال، اديت ماتيريال، ونفس الحاله المعدن ما اعرف او الماده انتم تختاروها شنو الماده او المعدن اللي تحتاجوه، تختارون من هاي الاشياء يعني. فرضا خلينا نختار هاي النوعيه، هاي السبيكه مان التيتانيوم، وهم راح نعطيه سيف. هسه راح نوصل لخطوه جديده اللي هو اوبن، راح اختار الاسامبل. الاسامبلي اول جزء راح اختاره هي القطعة رقم 01 اللي هي هذه، واذا تشوفوها هنا هي عبارة عن فيكس فما عندي مشكلة. انسرت كومبوننت راح اجيب القطعة الثانية مثلا اللي هنا صارت القطعة رقم 3 مثلا. هذه احنا اهتمينا بجزء وهملنا جزء انه هذه ما صارت حجم ديك بالضبط من الجوانب، فنقدر نضيف لها مادة اذا نريد، او ممكن نعيفها مثل ما هي. هاي بعد يعني قابلة للتغيير. خلينا نشتغل هسه مبدئيا على هاي ونشوف المفصل، اذا احتجتم ممكن نضيف من هذا الجانب ومن ذاك الجانب، بس احنا خلينا نشوف المفصل اذا اشتغل صح او مو صحيح. انا عندي هذا الوجه ينطبق على هذا الوجه، عندي هذا الوجه ينطبق على هذا الوجه، عندي مثلا هذه الحافة تنطبق على هاي الحافة. حاليا ما عندي مشكلة، هسه هذه ثبتت بشكلها الصحيح. نجي نشوف الجزء الأهم والأصعب اللي هو insert component 2 اللي هي هاي القطعة، لازم يصير بها مفصل. فهنا نقول له ميت انه انا عندي هذا القوس مثلا ينطبق على هذا القوس، بس قبل اخلي احركه افضل، احركه بالبدايه يدوي اوصل المكان الصحيح. فراح نقول له ميت هذا الجزء المفروض يعشق ويا هذا الجزء، بس شنو اللي احنا نحتاجه؟ المشكلة ما زال دي اعتبره مو صحيح. خلنا ناخذه بالله من الفرونت، من الفرونت هذا هو هذا، من الرايت بلين خلنا نحركه بهالشكل، نرجع للفرونت هذا المفروض صحيح، يفترض صحيح. فهسه احنا عندنا بالميت
انا عندي هذا ويا هذا، المفروض ينطيني هنا كونسنتريك متحدات المركز، هنا هم انطاني كونسنتريك. نحاول بطريقة ثانية نسوي لمنت، راح نقول له انه هذا الجزء ويا هذا الجزء بارل متوازي. فاشتغل اول جزء، انا مو متاكد من عنده هسه اذا نرفعه ما اخذه، لان هذا المفروض بعد ما يتحرك بهذا الاتجاه. خلينا نجي نشوف هنا الميت من البارل بالموضوع، فراح نعطيه ديليت، ما اشتغل عندنا بصحيح. راح نقول له ميت انه انا عندي هذا الجزء ويا هذا الجزء، هو راح ياخذ كونسيدنت. خلينا نفترض كونسيدنت، نجي هنا من الفرونت نشوف كونسيدنت يشتغل، اشتغل الكونسيدنت صحيح، بعد ما يتحرك يمين يسرى يتحرك فقط للاعلى والاسفل. اوكي، الخطوه اللي بعدها هذا الوجه وهذا الوجه ما ياخذ كونسيدنت، ما ياخذ، ما مفعل كونسيدنت، لازم نشوف شيء ثاني. المفروض هذول اكو تطابق بيناتهم، بس ما اعرف ليش ما يصير بالله. ميت خلنا ناخذ انه هذا الكيرف، لا مو الفيس، هنا انا ننطي كلير سيلكشن، ننطي هذا الكيرف ويا هذا الكيرف. اوكي اشتغل، فممكن كيرف ويا كيرف هسه راح يشتغل هالشكل، ينزلق هذا المفصل هسه يشتغل هالطريقة هسه تمام. وراح نغلق، حاليا صار انه انا عندي هذا ينزلق بهالشكل، ينزلق بهالشكل، معادن عندي كاملة، يعني كل جزء مصنوع من مادة معينة. فرضا انا كملت، بس هذا الجزء اللي جوا اريد اخليه يشبه اللي اسفل من عنده، ممكن اضيف عليه من غير ما اغير هذا. فراح انطي هنا اوكي سيف كنسل، هذا احتمال دي ياخذه على يعني على الرسم ذاك ريبولد دوكيمنت. اختار هنا انا السامبلي، راح اسمي السامبلي 2 غير ذاك سيف، يعني سابقا انا راسم رسم هذا غير. فهنا نجي للبارتات، هذا البارت بالضبط، هذا احنا اشتغلنا 30، اللي باقي من عنده 10 بـ10. فاللي راح اسويه انا راح ادوره على هذا الوجه نورمال 2، راح ارسم بالسكيج مستطيل، واجيب السمار دايمنشن، اقول انه من هذا الخط لهذا الخط المسافة أنا أريدها 10، المستطيل هذا العرض مالته كله 50، أنا أريد من الأورجن بوينت لهاي النقطة المسافة 15، أوكي مو مشكلة، إنه هذا محدد، هذا 30، انتهينا من عندي. بعدين أجيب الفلت انه هذا ويا هذا، هذا ويا هذا، هذول بيهم فلت، يعني هذا ويا هذا، هذا ويا هذا، راح اقول له موافق. ارجع هنا بالايزو، بالايزو راح اعطي هنا بالفيتشرز راح اعطي اكسترود، الدايركشن الثاني راح اعطي مثلا 5 ملي، اقل لازم من 5 ملي، 4 ملي هم يحتاج اقل ال 4 ملي، 3.5 ملي، 3.5 ملي مضبوط. اوكي فممكن يكون بهالترتيب زين. الخطوة اللي نقدر نسويها، نقدر نستغل الفلت اللي موجود بال 3D على سبيل المثال، انا اريد لهذا الجزء اد اسوي له فلت مثلا، ممكن خلينا نجرب هذا اول واحد، اذا عجبنا نكمل على اساسه، يطلع الفلت مثلا بهذا الشكل
اللي يعجبه يكمل باقي الزوايا بحيث يطلع هذا مثل الغضروف. الفلت راح ناخذ كل جهة راح اخذها شكل وانتم نفذوا اللي يعجبكم. يعني هذه الجهة راح اخذ الفلت من هنا، هذا هو الفلت ابو العشرة، فراح يصير عندي هذا الجزء هذا الشكل غضروفي. الجهة الثانية راح اخذ الفلت بهاي الزاوية، يعني اخذ فلت هنا وراح اقول له موافق. فاللي يعجبه انه يسوي الفلت بهالشكل من الجهتين خلي يسوي، واللي يعجبه يسوي بهالشكل هم خلي يسوي. انا عندكم صارت اوبشنين، هذا اوبشن هذا اوبشن، راح انطيه سيف، راح اغلق. من ارجع للايزو راح يسألني، للسامبلي راح يسألني انه تريد اعدل، فقلت له اوكي عدل. فمن عدل هذه الجهة صارت هذا الشكل، الجهة الثانية صارت هذا الشكل. فممكن هاي ممكن هاي، على مود تلافى هاي الاخطاء اللي صارت هنا صار ايرور، يعني كل وحدة شكل. راح ارجع افتح الجزء اللي احنا عدلنا عليه اللي هو كان يمكن بارت 03، عندنا هذا الفلت راح اقول له ديليت، هذا الفلت راح اقول له ديليت، هذا الفلت راح اقول له ديليت، اضغط اف سيف اغلق يس. رجع هنا تلافينا الاخطاء اللي صارت، نرجع ونقول انه هو هذا الشكل مالتنا. هسه هذا اريده على شكل جدول وبباقي التفاصيل، راح انطي سيف ريبيلد. افتح هسه هنا دراونج، من افتح دراونج شنو الشيت اللي تبدون تطبعون عليه، اي 3 او اي 4؟ فرضا اي 3، هذا الجدول، هذا الاسامبلي مالتي. الاسامبلي خلينا نبدي بالفرونت فيو، انقر على هذا، ارجع اريد ويا الهيدن فراح انقر على هذا. السكيل هسه نشوف، لا ما يحتاج نص، اختاره 1 اوفر 1 هذا، يعني سكيل 1 الى 1. فهذا انا عندي الفرونت، هذا عندي السايد، هذا عندي التوب، هذا عندي الايزو. اضغط اسكيب من الكيبورد، الايزو راح احركه، هذا انقر عليه واحركه اجيبه بغير مكان. الايزو ما اريد يظهر بيه الهيدن، اريده كانما شيدد، فانقر عليه وراح اختار شيدد، اقول له اريده شيدد with edge or without edges كيفكم، هذا انتم اللي تختاروا. اريد اضيف ابعاد، اوكي اجي للدايمنشنز اقول اضيف لي هذا البعد مثلا، ضيف لي هذا البعد، اي بعد تحتاجوا، اي رمز تريدوا ممكن تنزلوه من هنا. اريد هذا البعد، اريد البعد ما بين هذا الخط وهذا الخط، شنو اللي تحتاجوا تقدرون تضيفوا من ابعاد من رموز من ايزو، اي شيء تقدرون تعدلون عليه من هنا. كملون تنطون سيف. اريد اعدل هسه، هذا دراونج راح يصير، فهذا دراونج اريد اعدل على الجدول، اعدل على الجدول من الاديت هنا شيت فورمات، بالشيت فورمات انا هنا شنو اللي اريد اسميه، شنو هذا التمرين مالتي شنو اسمه، مثلا اسامبلي 2 اسم ثاني، هسه مثلا راح اسمي اسمي احمد، يعني بغض النظر انه انتم شو تريدون تسموه ما اعرف، بس انا دا اراويكم انه شلون تعدلون عليه. فصار اوكي هذا عندك تايتل تريد تضيفه هنا، دبل كليك اضيف التايتل اللي يعجبك، اي شيء مثلا انا اكتب مثلا درونج، مجرد دا اراويكم انه شلون تضيفون. حجم الورقه انه انت تريدها اي 3، اسم الشخص اللي رسم، التوقيع بيا يوم، شنو التفاصيل اللي تريدون تضيفوها كله موجود. سكيل هذا سكيل 1 الى 1، الشيت 1 اوف 1 هذا رقم 1 من اصل 1 الى اخره، شنو تريدون تضيفوه كله هنا، اي مكان تريد دبل كليك عليه وتضيفه.
يعني هنا مثلا من اللي رسم دبل كليك هنا اكتب اسم الشخص اللي رسم. هاي الباقي الامور كلها عليكم. كملتوا الشيت عدلتوا عليه تنقروني هنا رجع ادوس اف صار من الشاشه خلص. هسه انا سيفت بالمرحله الاخيره اريد اسيف على شكل بي دي اف، فاني اروح اقول له سيف از هنا من الامتداد، هذا السيف از تايب هنا الاقي كل الامتدادات اللي موجوده عندي. شنو اللي يعجبك مثلا؟ انا اريد بي دي اف، اوكي تعال سيف لي على شكل بي دي اف واسمه اسامبلي تو سيف خلص. وهذا يشمل الكل. فرضا هسه اني اريد اروح على الديسكتوب، ومن الديسكتوب اكو فد فولدر المفروض اسمه احمد، اكو فد فولدر اكو فد بي دي اف فولدر راح ابدي افتحه واشوف شلون تسيف عندي. هذا بي دي اف انفتح، فانا اقدر اسيف بي دي اف مثلا. ها تبقى الامور البقيه كلها عليكم. هنا ننتهي التمرين ان شاء الله.